أوصوا خليهم يموتوا قليلين الشرف. ماشي ماشي رح نتركه. أخي عاقب لا تتركوا سلاحكم. اسكت. روحوا جيبوهم بسرعة. يلا يلا على السريع طلعت عسلة. عاكف وصباح الدين وكارلوس كلهم صاروا بإيدنا وجايين على الطريق. تمام، خدوهم على الكوخ لعند البقية. لما تخلصوا شغلكم تعالوا لهون. ماشي ماشي أخي. ماشي. يعرفونا كلنا. استنى لنشوف، خلينا نعرف شو في براس. في شي مو مريحني هون. أساس يعني أنت من الصبح كنت مرتاح ما هيك؟ يا الله. شو كيف الأوضاع بالفرع؟ كل الأولاد والأمهات وصلوا على عيد المهام الخاصة. أنا متأكد إنه هالعملية رح تنجح. قبل ما نفوت على الفرع اتصلوا بالزلمة وخبروه. خليهم يزيعوا خبر اقتحام عيد المهام الخاصة بأخبار المساء تبع هذا اليوم. انتبه لحكيك أبا ضاي. أخي هدول شو عم بيقولوا؟ والله الظاهر إنه حلمك رح يتحقق يا سيلو. مو قلت حية؟ تفضل هي الحية. ممتاز. لك شو أنتوا جنيتوا على الآخر؟ مو بس الفوتة على الفرع، على بابه ما رح تقدروا تقربوا لا. ولك حرباية، فرع المهام الخاصة أكيد مو بس نحنا. أنت لا تخاف، كلهم رح نلاقي لهم حل. ولك أنت شش. ولك كلمة تانية بقوصك بنص راسك. ايه ماشي منشوف مين منا رح يقوص التانية. فهمان. خلصنا عاكف، اهدى هلا. خلينا نفهم شو بدون هالأندار. خلصنا اخي. رح نفوت من ورا لأنه انسحبوا الجريح لجوا. لازم نسيطر على الكوخ بأسرع وقت بلا ما نستنى أكثر. تمام، ونحن رح نفوت نلتقى جوا. مفهوم. يلا رجع رح نفوت لجوا. تمام، هدول جايين بلعوا الطعم. أمنتوا البواب؟ ايه مأمن يا أخي. ايه كتير منيح. ديروا بالكم تخلوهم يشكوا إنه نحنا تحت، وأهم شي ما يفتحوا البواب. خلونا نمشي. يلا يلا بسرعة. نزيل نزيل يلا يلا نزيل يلا. أنت كمان بسرعة بسرعة. يلا يلا. وين اختفوا هدول؟ قبل شوي فاتوا لجوا. ايه كانوا هون، انا بعيني شفتهم. طيب وين ممكن يكونوا اختفوا؟ مين سكر الباب؟ لك شو عم يصير؟ في حدا سكر علينا. افتحوا لك. لانه مقفول من برا. افتح. بعد ما عم يفتح. هذا فخ. خليكم ابعد عن الشبابيك، تحصنوا فورا. لا تكونوا هدف بسرعة. لا تكونوا هدف. وهلأ هاد ما عم يشتغل كمان. التليفونات مو هيك؟ عم يستخدموا تشويش. معناها ما رح يخلونا نطلع من هون. شو رح نعمل هلأ؟ مجبورين نستنى فريق عاكف لحتى يجي. الكل يكون منتبه. طيب كتير يا حبيبي. وقف لشو؟ طلع فيني لك كتير لبقت لك. شوفوا لي هالقائد.
احكي لي لشوف بس تكبري شو رح تصيري؟ بيصير شرطية مثل بابا. برافو عليكي. شكرا لكم، انتم ما تركتونا لحالنا بهيك يوم مهم. نحن اجينا لهون مشان نورجي اولادنا كيف الشرطة بيشتغلوا وبيتعبوا وبيتعذبوا مشاننا. لا تشغلوا بالكم، اولادكم ممكن يكونوا ايتام بس ولا واحد منهم وحيد. تفضلوا ذوقوا هالبقلاوة، عملتها بإيدي. تفضل. يسلموا. صحة وهنا. طير طيبة. إن شاء الله صحتين. شو هذا؟ طلع في إلنا كمان عالم بتحبنا. والله نحن ما تعودنا حدا يهتم فينا كل هالقد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بتعرف هالعنوان هاد؟ ساعدنا شوي. هات لشوف. تطلع من هذا الطريق على اليمين بعدين. شغلوا التشويش. سيدي شو عم يصير؟ 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 يلا يلا بسرعة يلا سريع سريع يلا 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 سريع. انت شو بتلاقي سلاح ورصاص روح بسرعة جيبه. يلا حاضر سيدي. ولك جيبوا لهالحقير بقى، انتوا اثنين وما عرفتوا تقتلوه. لك يلا. هجموا علينا، ساعدونا، عم تسمعوني؟ أمرين عنهم. يلا، تعالوا. من وين رح يكونوا طلعوا هدول؟ لازم يكون في مخرج سري بهذا الكوخ. هالأندال عاملين البواب ماكنة. انتبهوا منيح، زتولنا قنبلة غاز. دخلوا جايين لهون. لا تقفلوا الباب، ما في مدخل تاني، إذا بدهم يفوتوا رح يفوتوا من هون. سيدي حربي رح تقدر تعملها؟ سيدي أنا طول عمري عم استنى هي اللحظة. الحمد والشكر لك يا رب. معناها يلا. ما معنا وقت كتير، كل الشرطة الموجودة باسطنبول رح تكون هون خلال ساعة واحدة، وساعتها ما رح يطلع حدا منا عايش، عم تفهموا؟ فهمنا. لا تاكل هم أخي، كلنا جاهزين للموت. لا تقولوا ختيار أو شب أو ولد، ما بدي حدا منهم عايش. يلا اليوم يومنا يا شباب.
يا رب احمينا بحماك. لا تترك الأبرياء لحالهم. لا تتخلى عنا يا رب. لا مو معقول. شو عايزين كمان هون بالفخ؟ قوم ولاك، قوم. ايه يلا قوم ولاك، قوم يلا. شو اخي وصلنا؟ لا وين نحن؟ لسه ما وصلنا. هنا وصلنا. وهون المهام الخاصة التركية، وهي النهاية المؤلمة للمهام الخاصة التركية. كل العصابة صارت أسرع عندي. بس لفك هالحبل يا حقير، أنا بورجيك كيف بتكون النهاية المؤلمة. رح قلكن شو رح يصير بعيدكن اليوم. الاحتفال ببلش الساعة 10 مع الألعاب النارية طبعا، ورح نبلش بإعدام أعضاء المهام الخاصة، وبعدين ببلش الاحتفال الرسمي. وأكتر شي رح ننبسط بفقرة اقتحام فرعكن. اقتحام الفرع؟ ولك قليل الشرف، إذا بدك تقتلنا قتلنا، بس هنيك في ناس أبرياء. ولك العمى شو حيوان؟ لا تنزعلي مرائي. ولا ولك يا قليل الشرف يا حقير، ولك موتك بإذن الله رح يكون على إيدي أنا. إيه وين صرنا؟ بعدين فقرة مراسم العلم. رح يرتفع علم المنظمة على سطح الفرع، ورح تعرضوا قنوات التلفزيون، وبعدين نشيد المنظمة وشارة النهاية. حكيت ناصة يا قليل الشرف، لسه في جنازتكن. قصدك تقول مراسم جنازتكن. وهلأ رح نبلش بمراسم الاحتفال. ولك يا كلاب، يا قليل الشرف، يا خاينين انتو. ولك يا اندار، مو عطول كنتوا عم تاكلوا وتشربوا من خير هالبلد؟ ولك انتم مفكرين حالكم رح ترفضوا بعملتكم هي؟ اهدى. ولك حقير، مفكرين خايفين؟ نحن منحرقكم. ولك.